مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثقافة. أسدل الستار أمس على فعاليات الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي، حيث تم الإعلان عن جوائز المهرجان التي كانت مفاجئة بالنسبة للكثيرين. فالسعفة الذهبية هذا العام كانت من نصيب المخرج الأمريكي شون بيكر عن فيلمه أنورا، الفيلم الذي أعجبت به لجنة التحكيم التي ترأستها الأمريكية غريتا جيرويك، التي وصفت الفيلم بالرائع والمليء بالإنسانية. وبعد 30 سنة عادت الهند إلى المهرجان وظفرت بالجائزة الكبرى التي تعتبر من بين أهم جوائز المهرجان، وذلك عن فيلم كل ما نتخيله كضوء للمخرجة بيال كاباديا. أما السعفة الذهبية الفخرية مشاهدين في مهرجان فحظي بها المخرج والمنتج الأمريكي جورج لوكاس الذي تسلمها من المخرج والمنتج فرانسيس فورد كوبولا. مشاهدينا works so smoothly and it's and I'm really thankful to them and I stand in solidarity with their movement. Thank you. But also the world is here proud to honor you. مشاهدين عن المتوجين في مهرجان كان وأبرز ما عرفتها الدورة 77، يسرني أن يلتحق بنا من مدينة كان جنوب فرنسا الصحفي والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار الناجي، الضيف الدائم بمهرجان كان. أهلا وسهلا بك معنا. صباح الخير على الجزائر الحبيبة، وصباح الخير على مبدعيها في كل مكان، صباح الخير على أرضكم وشهدائكم، صباح الخير على كل الطاقات المبدعة في هذا البلد الجميل. شكرا لك. فيما يخص إذا عبد الستار، أمس كان حفل اختتام مهرجان كان في دورته 77، جوائز المهرجان هل كانت مفاجئة بالنسبة لك وللنقاد وأيضا المتابعين؟ بالنسبة للكثيرين كانت مفاجأة، ولكنها في الحقيقة بالنسبة لي كانت تقليدية واعتيادية ومتوقعة جدا، لأن تيري فريمو ذلك الإنسان الذي يعمل بصمت وهو المدير الفني لمهرجان كان لا يراهن إلا على جيل الشباب، ولو تأملنا خارطة الجوائز في هذه التجربة في هذا العام لا يوجد من الكبار إلا جاك أوديار، أما البقية فكلهم شباب وكلهم رهانات مستقبلية. هذا ما كان متوقعا وهذا ما كان تريده السينما. السينما إذا أرادت أن تستمر هذه الصناعة عليها أن تحتفي بالكبار، تقدر الكبار، تنظر لهم نظرة تقدير باحترام وإجلال، ولكن الفوز سيكون حتما برهانات جديدة وأساليب جديدة. والفيلم الذي فاز بالجائزة هو مستحق، لأنه يحمل لنا متعة إنسانية عالية المستوى على الصعيد الفني وعلى الصعيد الإبداعي. نحن نضحك طول الفيلم ولكننا نبكي في الحين ذاته على ألم تلك الصبية التي كانت تتمنى أن تعيش الحب فقط، لا تريد شيء سوى الحب والأمان، ولكنه لا يأتي. هذا الموضوع ربما تم التطرق إليه كثيرا، لكن ما هو المميز في هذا العمل الذي قدمه شون بيكر عن بقية الأعمال التي تنافست على السعفة الذهبية، وهي 21 فيلما ولمخرجين أيضا لهم باع في السينما العالمية؟ أنا شخصيا كنت ميال إلى فيلم الجراند تور لميغائيل غوميز من البرتغال كناقد وكمتابع وكبحث، وقد فاز الفيلم بجائزة الإخراج وهو أمر مستحق، ولكن الفيلم الذي فاز بالسعفة الذهبية هو فيلم إنساني عميق، هو فيلم إنساني يتحدث عن صبية تعمل في أحد الدور الليلية لا تتمنى سوى أن يأتيها الفرج وتخلص من هذا الألم الإنساني الذي تعيشه يوميا بالتعامل مع رجال لا تعرفهم، حتى يأتي شاب روسي يمنحها المال ويمنحها الحب ويمنحها العاطفة ويمنحها مساحة من الأمان، وفجأة يتغير كل شيء حينما تعلم أسرة ذلك الصبي وهي أسرة متنفذة مافيوية تأمر بأن ينتهي هذا الزواج، إلى وهو بالنسبة لهم عملية بسيطة، ولكنه بالنسبة للفتاة هو حلم وئد، حلم قتل، حلم إلى النهاية حقيقة. فيلم من اللحظة الأولى يضحكنا بقدر ما هو يبكينا ويمعن في البكاء، ويمعن بالبكاء النفسي، وهو يراهن على جيل من الشباب لكي يتجاوزوا آلامهم وأحزانهم ويعيشوا الغد، حتى هي رغم هزيمتها في نهاية الفيلم تذهب إلى غد جديد وأمل جديد، ولكنها لا تعود إلى تلك البقعة السيئة التي كانت تعمل بها. طيب ماذا عن جوائز المهرجان الأخرى التي كانت في المهرجان، كيف تابعتها؟
مثلا جائزة السيناريو لكارول بارجيت التي قدمت فيلم المادة، وهو فيلم ذكي شديد الذكاء. هو يتحدث عن ديمي مور التي بلغت من العمر والكبر، حتى وصلت إلى مرحلة أنه الشركة التي تنتج أعمالها واستعراضاتها تريد التخلص من عندها، فتدخل في لعبة أخرى. هنالك اختراع يحقق للإنسان أن يستخرج نسخة منه أصلية، نسخة تعيش مرحلة الشباب وتكمل مسيرته، ولكن الشرط الأساسي بأن يعيش الإنسان القديم والإنسان الجديد كل واحد أسبوع، وكل من يسرق من الآخر ساعة يتأثر، يتشوه، يتدمر، حتى نصل إلى أن كلا الشخصيتين تدمر بعضهم الآخر. وهذا إشارة أساسية إلى أنه خلق الله لا يمكن اللعب به، وهو التفاتة ذكية والتفاتة عالية المستوى من إنسان من المخرج الفرنسية كارول بارجيت، التي تأتي ضمن رهانات جيل الشباب. مواضيع مهمة أيضا طرحتها، أفلام التي تنافست على السعفة الذهبية وأيضا حتى في المسابقات الأخرى للمهرجان. طيب، فرانسيس فورد كوبولا ربما خسر الرهان على الأقل في مهرجان كان، وبعد أن صرف كل أمواله على فيلم ميغالوبوليس. هو لم يخسر في الحقيقة، هو في المهرجان فقط كتب وصية. لا، خسر الجائزة ولكنه لم يخسر النقاد ولم يخسر صناع السينما. أنا أعتقد بأن الفيلم تم شراؤه من كبريات شركات التوزيع وهو في طريقه للعرض في المرحلة المقبلة. في هذا الفيلم إبداعات عالية المستوى لا يمكن أن يحققها إلا مخرج بقامة فرانسيس فورد كابولا. كابولا ليس بالاسم العادي، كابولا هو العراب، هو أبوكاليبس ناو، هو المحادثة، هو كثير من الإبداعات السينمائية. وحينما يبيع مزرعته التي يعيش منها والتي تمثل الأمان بالنسبة له، لأنه يعرف بأن السينما هي الأمان الأكبر واللي هي التي منحته الخلود حقيقة. وأجمل تكريم كان أن يقدم السعفة الذهبية التكريمية إلى جورج لوكاس زميله وصديقه الذي كان يعمل بالمادة وهو يعمل بالفن، وكلاهما يمثلان نهجين مختلفين في صناعة السينما في هوليود وفي العالم حقيقة. وهذين الاسمين حالة استثنائية في السينما، يعني لا يمكن أن تقارنهما ولا يمكن أن تقول أنه لم يعجبني فيلم عن آخر، فهما يقدمان دوما جمالا. طيب، ما هي الأفلام التي استوقفتك عبد الستار ناجي خلال هذا المهرجان حتى لو لم تفز بجوائز؟ لا، هنالك محمد رسلوف حبيب حقيقة، هو الذي قدم فيلم نبتة التين المقدسة، وهو يروي ألم وعذابات المرأة في بلاده التي تؤمر والتي تجحف والتي تمثل حالة من المنطقة الأدنى في التعامل الرجالي الذكوري السياسي حقيقة في ذلك البلد. هو فيلم مغامر، هو فيلم جريء، هو فيلم يتخذ موقف صريح ويؤكد على دور المرأة وأهميتها وحضورها من خلال رجل مخابرات يعيش حياته العادية، وفجأة يفتقد المسدس الذي أعطتها الدولة له، ويبدأ بالشك ببناته، فيقوم بعملية التحقيق معهن وكأنه يحقق مع مجرمين متمرسين، وهنا يكشف عن أنيابه وخلله الإنساني وخلله العاطفي تجاه حتى أسرته، حتى يجد نهايته على جيل الشباب من بناته. فيلم ذكي، فيلم صريح، فيلم قاسي جدا لتفسير الحالة التي تعيشها تلك الدولة. هنالك أفلام كثيرة، السينما الهندية حقيقة بعودتها وحصادها الجوائز بعد 30 عام تعود السينما الهندية وتحصد جائزة. هنالك أفلام كبيرة، أنا كنت ميال للسينما الفن حقيقة، وسينما المؤلف التي قدمها ميغائيل غوميز البرتغالي في رحلة ذلك الإنسان في جراند تور، عن حكاية موظف بريطاني لم يلتقي بخطيبته منذ 7 أعوام، وهي تطارده حتى يكتمل هذا الزواج، وهو يقوم برحلته الدبلوماسية من بلد إلى بلد في شرق آسيا، ولكن الحلم لم يتحقق لأنه الخطيب يموت وهي تبقى تنتظر ذلك الزوج على حلم العودة أو حلم الانتظار، ولا تعلم بأنه قد لقى نحبه. وهذه الأفلام أكيد سوف تنال الرواج وأيضا المشاهدة بعد المهرجان وعروضها في الصالات. طيب، المهرجان هذا العام أيضا لأول مرة يكرم 3 شخصيات بالسعفة الذهبية الفخرية، ميريل ستريب وأيضا استوديو جيبلي
وجورج لوكاس. كيف تابعت هذه التكريمات التي كانت حميمية جدا ولو كانت على المسرح من قبل من قدموا هذه الجوائز وأيضا هذه الجائزة الفخرية، وأيضا حتى المشاهدين وقفوا دقائق طويلة من أجل التصفيق لهذه الشخصيات؟ حقيقة أنا يعني هذه الدقائق تذكرني بتلك الدقائق العظيمة التي عاشها الجزائر وعاشتها السينما الجزائرية من خلال محمد الأخضر حامينة في فيلم سنوات الجمر الحمراء، حينما صعد على المنصة في القصر القديم للمهرجانات وفاز بالسعفة الذهبية. في ذلك الوقت لم أسمع تصفيق بحياتي كما سمعته في ذلك اليوم، ليس للجزائر وحدها ولكن للسينما الجزائرية والإنسان الجزائري ونضاله وبسالته حقيقة، حتى وإن كان المهرجان في الأراضي الفرنسية ومن الحكومة الفرنسية. هذه الدقائق التي تجاوزت 10 دقائق لا تزال تصدح في ذاكرتي كما هي تصدح الآن وأنا أشاهد ميريل ستريب وهي تطلب من الجمهور أن ينتهوا من التصفيق لأنها تريد أن تتكلم، وهكذا جورج لوكاس حقيقة لم يتحدث إلا قليلا أمام كلمات الرائعة التي قالها فرانسيس فورد كوبولا، وهو خصم له في المنهجية ولكنه ليس خصم له في السينما، لأن السينما تجمعنا دائما على المحبة وعلى السلام وعلى المستقبل. استوديو جيبلي حقيقة أنا واحد من الناس الذين عاشوا على هذا، وكثير من الأجيال عاشت على ولحد الآن أعمال هذا الاستديو. صحيح. يعني أستاذ سامي أنا أعتقد أنه ما في إنسان يحب السينما ويحب الأنيميشن إلا وقد شاهد أعمال جيبلي، وحتى استقبال فيه حميمية عالية. نحن لا نعرف تلك الأسماء التي تصنع الخيال، ترحل بنا، تسافر، تحلق. الرسوم المتحركة تمنح أطفالنا وتمنح أبناؤنا وأحفادنا خيالات خصبة واسعة هي من صنع هذا الاستديو العظيم. مدام تحدثت عبد الستار ناجي قبل قليل عن المشاركة الجزائرية تتويجها أيضا بالسعفة الذهبية، أريد أن نتحدث قليلا عن المشاركة أيضا العربية، نبدأها من لجنة التحكيم حيث شاركت المخرجة والممثلة أيضا اللبنانية نادين لبكي. خلال كلمتها أمس تحدثت عن النساء حريتهن وأيضا عن قتل الأطفال، هناك من أول هذا الكلام أنها تتحدث عن غزة، هل هذا صحيح؟ صحيح صحيح صحيح. هو يبدو أنه هنالك نوع من التوجه لدى اللجنة المنظمة لمهرجان كان بعدم التعرض لأي بعد سياسي خاص بالذات في منطقة غزة وآلامها وشعبها العظيم الذي يباسل والذي يجتهد من أجل النور والمستقبل والأمان، لا شيء، لا يريد أي شيء سوى الاستقلالية هذا ما لمسناه مثلا فستان لكيت بلانشيت يثير الدهشة، شنطة لسيدة تثير الدهشة، وكلمات مبطنة من نادين لبكي تثير الدهشة، وكأننا يعني أنا أقول لك بصراحة حقيقة أرفع القبعة للجناح الجزائري لأنه كان يوميا يحتفي بغزة وكان يوميا يثمن جهود أهل غزة ونضالهم. رشيد مشهراوي هذا العراب الكبير للسينما الفلسطينية أقام ما يسمى بخيمة غزة، ورغم ذلك لقي الكثير من محافظة كان، لقي كثير من المشاكل من اللجنة المنظمة بحيث لم يتم الإشارة إلى أي شيء من الفعاليات، ولكن الحضور العربي والحضور الأجنبي الذي يعي تماما أهمية غزة في توعية ذاكرة العالم بأن هنالك رعب اسمه إسرائيل، علينا أن ننصف هذا الشعب. الحضور العربي كان متمثلا ب7 أفلام، وقبل ذلك بودي أن أشير إلى لجان التحكيم كما أشرت إلى الأستاذة نادين لبكي. نادين لبكي هي الممثلة والمنتجة والمخرجة وهي أيضا تلك المجتهدة في صناعة سينما تعبر عن الإنسان وقضاياه. هنالك أسماء كثيرة، أسماء المدير، هنالك لبنى زبال وغيرهن. هنالك أيضا الإشارات المبهجة والمفرحة القادمة من السينما السعودية والقادمة من السينما الصومالية والقادمة من السينما الفلسطينية. يعني حقيقة
هنالك فيلم فلسطيني سيكون حديث السينما العربية للموسم المقبل في كل المهرجانات، سيكون الذهاب إلى بلد مجهول لمهدي فليفل، حديث وهو قصيدة سينمائية عن الهجرة وعن الغربة وعن ألم الشعب الفلسطيني في البحث عن ملاذات وملاذات آمنة لشباب مثل الورد حقيقة. هذه أبرز الإشارات التي يمكن التوقف عندها فيما يخص المشاركة العربية. وهنالك أيضا الفوز الإيجابي الذي نرفع له القبعة للفيلم التسجيلي والوثائقي رفعت عيني للسماء المصري حقيقة، وهذا أمر يسجل للثنائي ندى رياض وزوجها أيمن الأمير. هذا الثنائي يعمل بصمت، يعمل باجتهاد من أجل الحصول على المال من هنا ومن هناك بتقديم سينما، مجموعة مسرحية لا تريد شيء إلا تريد التخلص من هيمنة الرجل وسطوته على المسرح وعلى الفنون، ولهذا تقوم بجولات شعبية في الشوارع العامة تمنح الفرح وتمنح السعادة وتمنح الأمل حقيقة. حتى بنات يعني هذا الفيلم رفعت عيني للسماء يعني كانوا قد قاموا يعني حالة استثنائية في شوارع مهرجان كان أثناء عرض هذا الفيلم. مادام تحدثت عن هذا الفيلم الذي نال العين الذهبية، أيضا الفيلم السعودي نورة نال تتويه لجنة التحكيم إذا خلال مشاركته. أريد أن أسألك عن تفاعل الجمهور المتنوع مع قصص هذه الأفلام الآتية من المنطقة العربية. أنا أرصد حقيقة ما تكتبه الصحف الفرنسية والصحف الإنجليزية الصادرة خلال أيام المهرجان في كان. هم يبحثون عن الحكاية الجديدة، هم يبحثون عن الخيالات الجديدة، كما كانوا يبحثون عن حكاية ألف ليلة وأسرارها ومضامينها، هم الآن لأننا نمتلك خزينة من الحكايات في وجه كل إنسان عربي، قصيدة وحلم وألم وحكايات بعيدة المدى تضرب في عمق التاريخ، لذا وكأنهم يعثرون على كنز. هذه الحكاية السعودية، حكاية البنت نورة التي تسكن في قرية بعيدة نائية، تعيش حياتها بانتظار الصحف القادمة إلى الدكانة، كانت هي قصيدة سينمائية مكتوبة بعناية من توفيق الزايدي وهو مخرج شاب. أتذكر قبل 10 سنوات جاء في الشورت فيلم كورنر وهو زاوية صغيرة في مهرجان كان للمخرجين الواعدين، المخرجين الشباب، وكثير من المخرجين في العالم العربي قدموا أعمالهم في ذلك الوقت. وكأنه صوته يتردد في أذني، قال سأعود من جديد، وحينما عاد قدم فيلما كبيرا، وكان هذا الفيلم بالمناسبة قد فاز بجائزة أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر، ولعلك كنت من الشهداء هذا الحدث وشاهدت الفيلم. صح، وهو فيلم مميز وربما ينبئ للسينما السعودية ليست فقط يعني كإنتاج إنما كقصص أيضا من عمق هذه البيئة، وهو فيلم أيضا صور بمدينة العلا، هذه المدينة الأثرية، يعني المناخ كله عربي سعودي. طيب ماذا يميز هذه الدورة من المهرجان عن غيرها من المهرجانات من الدورات خلال المهرجان؟ كانوا أنت الضيف الدائم في هذا المهرجان. هذا سؤال مهم حقيقة، هذا سؤال يخلينا نروح إلى الاشتغال الذي يشتغل عليه مهرجان كان. هذه الدورة تعتمد على معادلة اسمها المجايلة. المجايلة بين أجيال السينما، حينما يقف شون بيكر ويقول في كلمته جئت إلى هذا المهرجان وأنا مع كابولا، وهو يعلم بأن كابولا هو عراب السينما وهو قامتهم الشامقة وهو الذي تتلمذنا عليه جميعا. من منا لم يشاهد العراب؟ من منا لم يشاهد تلك الإبداعات السينمائية الضخمة التي سجلت في ذاكرة السينما وذاكرتنا؟ هذه المجايلة قدمت لنا مجموعة من الأسماء التي ستمثل رهانات في المرحلة المقبلة من تاريخ السينما العالمية. هذه المجايلة لم تكن وليدة الصدفة، لأن هنالك أسماء أخرى، دافيد غرينم من جيل الكبار، جاك أوديار حصل جائزتين عن فيلمه أميليا بيريز، فيلم طريف حقيقة عن رجل زعيم مافيا. تصوري زعيم مافيا يفكر في لحظة شاردة من الزمن أن يتحول إلى امرأة لأنه يحمل أحاسيس المرأة، ورغم جبروته كرجل يتحول إلى عاطفة كبيرة على أولاده وأحفاده حتى على المظلومين في بلاده في المكسيك. وهي أول مرة يتم منح جائزة أفضل ممثلة إلى رجل متحول أو امرأة متحولة، ما أعرف من هو المتحول الآخر، بس هو أعتقد كان رجل وتحول.
اختيارات إذا كان دوما استثنائية. شكرا جزيلا لك الصحفي والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي على حضورك معنا ووضعنا في أجواء هذا المهرجان وختامه. شكرا لكم، والجزائر دائما حاضرة في قلوبنا، والشعار الذي اشتغل عليه أهل السينما في الجزائر، الجزائر تعود وهي دائما عائدة نبضا وحبا ومستقبلا. شكرا لك مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ثقافة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.